إذا قدرنا نسحب منك الموهبة عن طريق اختراع وبدنا نعطيك الفرصة تمنحها هدية لشخص جديد بالوسط، بتعملها أو بترفض تورط الموهبة وليش؟ حلو سؤالك هسه. لا ما بعملها، ما بسترجي أعملها، لأنه أنا موهبتي منا شيء مفصول عني، يعني لما بتقشطني موهبتي بتقشطني حالي، فأنا مش قادر أقدم حالي ل حدا تاني بغض النظر إذا هالحدا بيستاهل إنه يكون موهوب أو ما بيستاهل. فأنا موهبتي جزء من شخصيتي، أنت أكتر واحد بتعرف أكيد، وجزء من يومياتي وجزء من تفكيري، أنا هي وهي أنا، فمش معقول ننصلخ عن بعض.